قصة بنت جبل، الجزء الخامس. الساحرة أم الرمل قاعدة، أو فات عليها واحد وقف قبالها أو قالت له أهلين بيك يا حدو يا حدو يا حدو. هزب راسه وقال أهلين بأم الرمل، أنا زعلت عشية صار مع ولادك، أو كنت بدي أجي أخذ بخاطرك وعزيش، أو جتني الدعوة منك أني جاي أسلم عليك، لأنه تعرفيني يا أم الرمل، اللي يريد مني حاجة يجيني المكاني، ما يبعث عليا ولا أجي مين مكان. دا حاجت علي أم الرمل وقالت أقعد يا حدو أقعد، أو قعد قبالها أو قام يتحرف حواليه وقال يا أم الرمل قبل ما تحشين أي شي أني جوعان. قالت له نعرف، العبد فنجور جهز لك خروف محشي، جيب له الأكل يا فنجور. أو جاب فنجور شأيل صينية كبيرة بيها الخروف مشوي أو محشي بالرز، أو دحج حده وقال هذا هو الحشي يا أم الرمل، أني إذا ما أكل الحشي ما يفوت براسي. قالت لأم الرمل أكل يا حده أكل واشبع واملي بطنك. أو بعدها أقول لك ليش بعثت عليك. أو قعد حده لحاله على الخروف والمحشي وشلا وحده، أو قام غسل ديه، أو جاء قعد قبال أم الرمل، أو قال لها هل حزن اسمع إيش بي عندك يا أم الرمل. قالت له ولاد الاثنين انذبحوا وذبحتهم بنية من البشر، أو قدرت تنهزم أو ما عاد نلقاها. قال حدو يا أم الرمل ما بي حدا بهذا البلاد أي قص الأثر ويضرب على الرمل مثلك، شلون ما تلقين أثرها وشلون ما تندلين وينها وشلون انهزمت منك وانتي عندك كل هذا الرجال. قالت له يا حدو البنية هذه أم خاوية جن أم خاوية جن أم خاوية جن. صوفا قدي حدو قال هاني حدو أو ما حدا يردو أو ما بي حدا قدو، صياد الجن وعفاريتها اللي أتسلط عليه أهفيها في. قالت لما الرمل نعرفك زين يا حدو، أو شفناك إش سويت أم ملك مدينة الملح وشلون دميته بالملح. قال لها حدو هو الدم حاله قام يظلم الناس أو تعدى حدوده أو جمع علي دخالة وقالوا خلصنا من شره، هذا الملك طاغية والحزاني حطيت على هذيك المدينة ملك أو كل أهل المدينة قامت تحبه، واني بعثت محاربين من الجن أمشان يظلون حواليه أو هم اللي يحمونه. نرجع لموضوعنا يا أم الرمل، البنية هذه مخاوية جني وانتي ما جعت تلقين أثرها وتريدين مني أجيب لك البنية، أو راح تقولي لي صيد الجني مقابل ما تجيب لي إياها. قالت له أم الرمل مثل ما قلت يا حدو. قام حقل وقال يا أم الرمل أني عندي عدد كبير من الجنون ومن العفاريت، أو صار لي زمان ما طلعت أمشان أصيد جني، إذا بدي أتحرك أروح أأسر مملكة كاملة من الجن، قدمي لي عرض زين وانطيني شي مقابل أنه أجيب لش هذا البنية. قالت أم الرمل أدليك على مكان العقد اللي تدور عليه كل جنون وعفاريت الأرض أو كل سحارها ومنجمينها، إيمة ما تجيب لي هذيك البنية راح أدليك على مكانه. مديدو على لحيته حدوه أو قام يمسح بها وقال العقد ما غيره أبو الاثنى عشر جوهرة. هزت براسها وقالت إيه. قال لها يما الرمل إذا العقد أم مناطق البر إحنا اتفقنا، لكن إذا مناطق البحر ما راح أقدر أساعدك، لأنه مناطق البحر هل يحكم عليها واحد صاحبي أو بيني وبينه اتفاقية، ما أتدخل بأمور البحار والجزر البيها أو هو ما يتدخل بأمور أراضي البر. قالت لأم الرمل العقد موجود أم مناطق البر، لكن المكان الموجود بيها ذاك العقد أم حصن أو عليه رصد أو محروس من مجموعة من العفاريت أو محاربين الجن. قال لها حدو أنجيب البنية أو بعدين أروح أجيب العقد. يا أم الرمل إذا كل جنون الأرض أو كل عفاريتها موجودة بهذاك المكان أني حدو راح أجيبه، أو راح أعلق هذاك العقد على صدري، أو دار ظهره مشى من عند أم الرمل أو قال لها العبد فنجور
معقولة يقدر يجيبها أو يقدر يصل للعقد؟ قالت أم الرمل يا فنجور، أنت ما تعرف هذا الرجل، حده مثل ما قال عن حاله، ما أحد يرده. هو راح يجيب لنا هذيك البنية، وإذا جابها يستاهل هذاك العقد، لأنه صار لي كم يوم ما جعد ألقى لها أثر، اختفت فاتت مكان بي رصد. أعجزت وأني أم الرمل إني ألقاها بجزيرة الحور. صارت الدنيا صبح أو صارت الشمس عالية، والمدينة يفتلون بيها ويدورون رجال ذئب البحر، أو ما لقوا العذاب أثر، أو صفهم كلهم قبال القصر، أو طلع عليهم ذئب البحر وقال ما لقيته الغدار. قالوا له يا ذئب البحر، هذا ملح وذاب، ما خلينا بيت بالمدينة ولا خلينا بيها مكان، مو مبين أجزيرة كبيرة أو بيها جبال أو بيها قرى ثانية، أكيد انهزم من هذا المدينة. قال ذيب البحر، قال السيوف ما تفوت على غمود، والرماح تظل تفتل بديكم، دوروا بكل جزيرة، جبل جبل، مغارة مغارة، لا تخلون بيها حجرة ما تناوقون وراها، لازم نلقاه، والأميرة بنت الملك مختفية، أكيد هي معاه. أو مشوا رجال ذيب البحر على كل الاتجاهات بالجزيرة، أو قاموا يدورون على عذاب والأميرة، عذاب والأميرة حور والحراس المعاه، أو سيف المملكة ورمح المملكة. أطلعوا من السرداب أو شافوا البيت مقلوب قلب، رجال ذيب البحر كاسرين الباب وانفتشين البيت كله. قال لهم عذاب إذا ظلينا بجزيرة يوم ثاني، أخاف يلقونا والبيت هذا فاضي، لا بي مي لا بي أشل، لازم نطلع من هذا الجزيرة. قالت الأميرة حور، يا سيف المملكة يا رمح المملكة، دبرونا سفينة مثل ما قال عذاب، لازم نطلع من هذا الجزيرة، هذول الغدارين حكموا عليها أو حكموا على كل الناس اللي بيها، وانهم يسمعون صوت واحد يمشي ويضرب على الطبل. اللي لاقى الأميرة حور اول اسمه عذاب، كل واحد منهم بألف ليرة ذهب ياخذها مكافأة من الملك ذيب البحر. قالوا سيف المملكة ورمح المملكة، احنا راح نطلع او راح نغير هدومنا، وانتوا بدكم ترجعون على السرداب. صار الامر خطير، كل واحد منكم صار مقابيل الف ليرة ذهب، او رجعوا عذاب والاميرة او معاهم مجموعة من الحراس على السرداب، او طلعوا الاثنين من البيت راحوا على واحد صاحبهم، او لو من شافهم تفاجأ، او قالوا له لا تخاف اريد منك هدوم امشان تنقل بحرية، او غيروا هدومهم عنده وطلعوا وراحهم يمشون بسوق المدينة، أو فاتوا على مكان الصيادين والبحارة، أو قاموا يتسمعون لو من ما شافوا الثلاثة التجار عزاي وأبو فتال والسايس، أقطعوا الدرب عليهم وقالوا لهم بدنا نحشي معكم، أو راحوا وقعدوا مكان لحالهم. قال لهم سيف المملكة، أنتم طولين هين بهذا الجزيرة؟ قالوا له لا، بعد شي صار أو بعد ما مات ملكها اليوم بدها تبحر سفينتنا. قال لهم زين، كل واحد منكم الثلاثة ياخذ 2000 ليرة ذهب، باثنين بدنا نطالعهم من هذا الجزيرة. قال لهم السايس، 2000 2000 يعني 6000، كل واحد منا 2000، وين هم هذول الاثنين؟ روح جيبهم وتعال والحزن نمشي. قالوا لهم رمح المملكة وسيف المملكة، خلوها لبعد ما تغيب الشمس، ابعدوا السفينة عن الشاطئ شوي واحنا راح نجيبهم لعندكم. قالوا له زين، احنا راح نجهز حالنا، او قبل ما تغيب الشمس نركب سفينة او نبعد عن الشاطئ. او راحوا سيف المملكة ورمح المملكة عالسوق واشتروا مهدوم العذاب للأميرة او للحراس المعاهم، او كان عددهم 10، او راحوا على هذاك البيت ويتحرفون حواليهم، او فاتوا وما حشافهم، او نزلوا على السرداب، او قالوا اقدرنا نأمن سفينة، سفينة التجار الثلاثة اللي جابوك يا عذاب، او قلنا لهم راح ننطيهم 6000 ليرة ذهب. قالت الاميرة منين ننطيهم؟ ما جبنا معانا شي. ازب راسه سيف المملكة وقال موجود بهذا السرداب صندوق من الذهب مليان ملي، راح ناخذ الصندوق معانا. او راح سيف المملكة يمشي بالسرداب، او قام يحفر مكان، او طالع الصندوق انه مليان ليرات من الذهب
قالت الأميرة: منو قال لك على هذا الصندوق؟ قال لها أبوك: فوتنا على هذا السرداب مرة وقال إذا صار شيء أي هجوم علينا، السرداب هذا موجود بيه صندوق من الذهب، أو دلنا على مكانه، أو ما حدا يعرف هذا الشيء إلا نحن الاثنين، أو غير مهدومهم الحراس لابس مهدوم بحارة، أو عذاب غير هدومه. والأميرة حور لبسوها هدوم بحار أمشان ما حدا يشك بيها، أو دهنا موجهها ووجه عذاب بالشحوار أمشان ما حدا أي شك بيهم. لو من ما غابت الشمس وطلعوا من البيت أو قاموا يمشون ورا بعضهم اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة أو بيناتهم مسافة قصيرة يعدون من حد رجال ذئب البحر ما يحشون معاهم يحاسبونهم من سكان المدينة والبحارة. لو من ما وصلوا للشاطي قبل ما تغيب الشمس بشوي شافوا السفينة أبعدت أو قال لهم سيف المملكة راح نظل هين بين الصيادة. لو من ما تغيب الشمس أو نركب بزوارق صغيرة ونروح على هذيك السفينة، أو غابت الشمس أو جهز مزورقين. قال سيف المملكة: يا عذاب انت والأميرة أو خمسة من الحراس روحوا جدامنا واخذوا معاكم الذهب، الصندوق فرغوا بكياس صغيرة أو وزعوا الكياس عليهم كلياتهم، أو ركب عذاب والأميرة والحراس الخمسة والبحر مؤج وهادي أو راحوا باتجاه السفينة. سيف المملكة قال: لازم نظل هين مشان نعرف انه ما حدا لحقهم، لو من ما يصلون او وصلوا عذاب والأميرة والحراس الخمسة او زتوا لهم سلم من السفينة او طلعوا عليها او شافوهم التجار الثلاثة وقالوا: احنا اتفقنا على اثنين هذولا سبعة. قال لهم عذاب: او لسه عبي سبعة جايين ورانا. قال لهم السايس: راح يختلف البازار بيناتنا، احنا اتفقنا على 6000 ليرة ذهب وانتم جعد تقولون العدد 14، ما راح نكثر عليكم، ادنى منكم 14000 ليرة ذهب. قال لهم عذاب: راح ننطيكم، او مديدوا على الحراس وقال: انطونا الذهب اللي عندكم. او قاموا يعدون للتجارة الثلاثة، عدوا لهم 7000 ليرة ذهب والشاطي قريب عليهم، أو قامت تجيهم الأصوات، صارت معركة على حرف الشاطي، رجال ذيب البحر أو سيف المملكة ورمح المملكة والحراس الخمسة معاهم، واحد من الصيادين قال لرجال ذيب البحر: باثنين من حراس الملك يريد ينهزمون. ظلوا سيف المملكة ورمح المملكة مقاومين ويتبارزون مع رجال ذيب البحر. التجار الثلاثة قالوا: انكشف أمرنا، لازم نمشي بالحال. قال لهم عذاب: بدنا نستنى ربعنا. قالوا له: لا، لازم نبحر أو صاحبوا فتال أو خلونا نمشي من هذا الجزيرة، إذا هذول مطلوبين لذيب البحر جبنا لحقنا بلاه ألا يذبحنا معهم. قال عذاب للأميرة: إيش راح نسوي؟ قالت له: ما أعرف، لا تسألني عن شي يا عذاب. وابحرت السفينة بالبحر وابعدوا عنا جزيرة، رجال ذيب البحر قدروا يأسرون سيف المملكة ورمح المملكة بعد ما ماتوا الحراس الخمسة كانوا معهم، أو لقوا معدهم الذهب شألهم الذهب وراحوا على ذيب البحر، أو فاتوا عليه على القصر، أو وقفوا جدامه وقالوا: يا ملكنا يريد ينهزمون بقارب من هذا جزيرة، أو شوف إيش كثر شايلين معاهم ذهب جاي يمشي عليهم. أو وقف عند رمح المملكة وسيف المملكة وقال: أنتم أشكولكم ما أنساها، شأنتم واقفين مع هذاك الغدار وين راح؟ قالوا له: ما نعرف، من يوم طلعنا من الحلبة هو راح بطرف واحنا رحنا بطرف. قال لهم: وين كنتم بدكم تروحون؟ رد عليه سيف المملكة: قالوا استأجرنا قارب امشان نطلع من هذا الجزيرة، خفنا منك انه تذبحنا لو منتعرف ان كنا من حراس الملك. قال لهم ذيب البحر: شغلة وحدة تخليكم عايشين، اريد هواك الغدار واريد الاميرة، إذا دليتوني على مكانهم راح أخليكم عايشين. قال له سيف المملكة: الجزيرة هذه بها أسرار كثيرة أو بها سراديب، أكيد تلقاهم بشي سرداب متغبين، دوروا تحت المدينة. قال ذئب البحر: هذه ما خطرت على بالنا. أو قال: يا سنكوح أو يا أبو المدافع، أخذوا هذول اثنين برات القصر واذبحوهم، وأنت يا الشراعي خذ هذا الذهب وحطوه بالخزينة، وأنت يا أبو القارورة أخذ معك جزير
والأعور سفان والوزراء كانوا موجودين بالحلبة، هذولا أكيد يعرفون الأنفاق والسراديب الموجودة تحت الأرض، أو خذوا معكم مجموعة كبيرة من الرجال دوروا بكل السراديب تحت هذا المدينة، لازم تجيبوا لي هذاك الغدار هو والأميرة، أطلعوا سنكوح وبالمدافع من القصر أو ذبحوا سيف المملكة أو رمح المملكة أو راحم رجال ذيب البحر، يدورون بالمدينة ويدورون بالسراديب تحت الأرض، أو كل ما يفوتون بسرداب ما يلاقون بيشي عادلان أو حرمتوا نجود قاعدين والشمس توها طالعة. وقال يا نجود الشيخ رجب ورجاله لسه ما رجعم أو ما جاء منهم خبر، يا هل ترى ايش صار معاهم؟ قدر من نافع ألا نافع قدر عليهم، وأن العجاجة مبينة عليهم أو صوت حوافر الخيل والسيوف والإرماح التلامع. قام عدلان وقال هذولا من رجال نافع، وين بدنا نروح يا نجود؟ أو فاتوا نافع ورجالوا بين بيوت القبيلة اللي يطلع جدامهم يذبحونه صغير كبير أزلم أمرة ويهدون بالبيوت، بمجموعة من رجال القبيلة وفرسانها تلقوهم أو صارت بيناتهم المبارزات. قال عدلان يا مرة هذولا طوقوا القبيلة، وين بدنا ننهزم؟ وأن السهم نأبت بصدره الأشقر ابن الشيخ نافع قال لقيناك يا الخاين، خنت به قبيلتك وربعك أو جيت قعدت عد عدونا أو نزلوا مع مجموعة من الفرسان، عدلان جاثي على ركبه ضربوا بالسيف انه ذابحوا واضربوا مرته نجود وانهم ذابحينها، او فات واحد من المحاربين وقام يدور بالبيت ولقى صندوق الذهب، فتح الصندوق وانه مليان ملي، من فرحته ما شاف ابن عدلان هل صغير نايم بالفراش، او طلع يركض وقال يا عم الاشقر هذا طلع عنده صندوق من الذهب، شوف ده حاجة الأشقر على الصندوق وقال منين جايبوه؟ هذا كنز هذا كنز هذا كنز. أبيت الشيخ رجب كريم يتحرف حواليه أو ما يعرف إيش صاير، أو جاء نافع باتجاه بيت الشيخ رجب صارق بقل البيت، أو شاف كريم واقف وأمه واقفة وراه ذات حاله من الفرس وقال يا رجال هذا الوحيد الظل عايش من ولادة الشيخ رجب، اذبحوه أو هدوا بيت رجب وعلقوا بي النار، القبيلة هذه ما راح يظل حدا عايش بيها، أمشان ما يجيني باكر يدور عندي ثار. اهجموا أربعة على كريم وبيدهم سيوف على ما يريد يضربونه، وأن الغبرة قابوا من الأرض مثل الزوبعة، التراب قامي تطاير على عيونهم أو صارت العجاجة، أطلعت زهور تبرم برم أو شائلة كريم واسحبت مثل السهم، قبل ما تطلع من القبيلة شافت عدلان ممدد أو حرمته بحده أو قالت يا كريم أأمنك المكان وارجع عليهم بلشي للحزم عايشين، وبعدت بكريم مسافة عن القبيلة ونزلته أو قالت له لا تحرك من هذا المكان، واصفقت ديها زهور واختفت أو ظهرت فوق عدلان وحرمته وانهم الاثنين ميتين. سمعت صوت الولد يبكي ابن عدلان او فاتت عليه على البيت شالت الولد وطارت او راحت على المكان البي كريم، نزلت بحده او قال لها كريم يا اختي يا زهور ايش صار بهذا المكان او هذول منو؟ زهور الولد يبكي بحضنها قالت له يا كريم هذول من اهل الشر، ما ظل حدا عايش بهذه القبيلة، كل شي بيها مات، زين لحقت هذا الولد قبل ما يذبحونه، انت شيل الولد يا كريم وانا شيلك. او شالت كريم زهور وطارت بي قامت السابق الريح، كسار قاعد فوق جبل العرافة ويحاشي حاله ويقول وين رحتي يا زهور من دون ما تخبريني؟ او هذا الغدار رعيد خايف انه بيطلع قبالك، وانها نازلة حدو على جبل زهور والولاد يصرخ بحضن كريم، قام حيل وكسار وقال يا زهور هذا منو؟ قالت له يا كسار هذا كريم اشان عدنا بجبل، او هذا الولد ابن الرجل اللي جاء مع ابو كريم، اذبحهم ابوه وامه واذبحوا كل اهل القبيلة، ما ظل حدا بهذاك المكان عايش، أني رحت أطمن على كريم، يوم وصلت لهذاك المكان
وانها معركة بين البشر، مجموعة كبيرة من اهل الشر. اقدرت اشيل كريم او لقيت هذا الولد عايش؟ لاحظ كسار على زهور وقال: شنو هذا الجعد يصير معانا يا زهور؟ اول مرة جتنا نورة او ماتت او خلت بنتها زينة بعدنا، واني تلاقيت مع ثلاثة من البشر، وانتي تلاقيتي مع هذا او جبت الولد معاه؟ قالت له زهور: ما اعرف يا كسار، وان العرافة واقفة قبالهم. او قالت: ايه يا زهور ويا كسار، اني كنت عايشة لحالي بهذا جبل، وجبل عليه رصد ما حدا يمره، جبتوا لي واحد مطعون، او بعدها جبتوا ثلاث بنات، او بعدها جبتوا بنية صغيرة، او معها ثلاث ذياب اجراوة، والحج جايبي لي واحد النوب، او معه ولد صغير، اتري سكنون كل هذول معاي؟ قال لها كسار: يا العرافة، اني ما اعرف شلون جعل نلتقي معهم وشلون جعل يطلعون قدامنا. قالت له: زين هذول شنو قصتهم؟ قالت لها زهور: الولد هذا صار يتيم، لا اب ولا ام، اثنينهم ماتوا، والرجل هذا كل اهل قبيلته ماتوا، ما ظل الا هو وحده، او هذا الرجل شلا ضربة على راسه، او فاقد الذاكرة وما يعرف شي. اقعدت العرافة وقالت: القصص هذه ما سمعت مثلها بحياتي، معقولة كل هذا الشر او كل هذا الغدر يصير بين جماعة البشر؟ قال لها كسار: مثل ما بعالمنا زاد بي اهل شر واهل خير، هم زاد عندهم من اهل الشر واهل الخير. قالت العرافة: يا كسار، أني ما أقدر أخليهم كلهم عندي، وأني وعدتك أداوي هذاك المطعون وعلاجه يطول، أو هذا جايبته زهور راح أحاول أعالجه، بس أتطمن على حالة المطعون أو يتعافى شوي، لازم تأخذونهم من هذا الجبل على غير مكان. أين واحد راح يجيني من الجن ويشوفهم عندي؟ راح يقول أم العرافة قامت تخاوى البشر أو قامت تتدخل بأمورهم. قال لها كسار: زين عالجينا هذا جابته زهور والثاني المطعون، نقدر نخليه عندك أو ناخذ البنات والرجل هذا على غير مكان، لو من ما يتعافى ابعثينا خبر نجي ناخذه. قالت لهم العرافة: ظلوا ثلاث أيام النوب أو بعدها أشوف الرجل المطعون، يا خلي عندي يا تأخذونه معكم. شال الزهور الولد أو فاتت على المغارة القعدات بيها شاهينة أو عذبة أو سلمة أو معاهن زينب، أو شايل الولد الصغير بيدها. قامت شاهينة وقالت: هذا منو ومنين جبتيه؟ أقعدت زهور أو قامت تحكي لهن القصة. قالت عذبة: هذولا قبيلة الشيخ رجب، أنا أعرفهم زين، نافع الغدار ذبحهم كلياتهم مشان ما حدا يقف قباله ويدور عنده ثار. قال الزهور: ظل واحد عايش ابن الشيخ واسمه كريم، اقدرت اجيبه معاي، بس كريم فاقد الذاكرة ما يعرفني غير اني، جاء ابوه خذا من كم يوم من عندي، او رحت مشان اطمن عليه او لو مني وصلت، كانت المعركة حامية بيناتهم، اقدرت انقذه باللحظة الاخيرة واقدرت اجيب هذا الولد. قالت لها شاهينة: هذا ما تعرفين اسمه؟ قال الزهور: لا ما اعرف اسمه، انتي سميه. تحجت عليه شاهينة او تذكرت ابوها وقالت: اني راح اسمي القناص، واذا لوى عمر يعيشه راح يصير محارب او قناص، ما حدا يقف قباله. او قام يبكي الولد او قال الشاهينة: يا عذبة هاتي من حليب الغزال او خلي قناص يشرب منه. كانوا يجيبون من حليب الغزال ينطون الزينب او ينطون للرمادي. اب قبيلة الشيخ فاضل قاعد هو والمجلس كله مليان او قلبه شاي الحزن، عشية صار بقبيلة الصيادين وانهم فايتين عليه ولاد اخوه الثلاثة، او وقف مقباله او قالوا طراف: يا عمي فاضل، انت صار لك كم يوم زعلان وحتى سلام ما ترد علينا، او كل ما نجيك الصد عنا، واحنا عبن دمنا فار على بنات عمنا وما رضينا يصير بيهن هذاك الشي. قام حئله الشيخ فاضل وقال: انت تسرعت يا طراف، الرجل عفى عن بناتي او قال يظلن ضيفات عندي او يجن البيت ابوهن معززات مكرمات، رحتوا غرتوا عليه واخذتوا على غفله او تكاثرتوا عليه، انتم والشيخ حمدون ورجاله ما خليتوا حدا منهم عايش،
أو جاي تقول لي ليش زعلان؟ ما لكم مكان مجلسي هذا؟ وإذا تطلعون من هذا القبيلة يكون أحسن. دار ظهروا عنهم الشيخ فاضل وأن السيف نأبت بظهروا طالع من صدره. أو قالوا طراف أنت كنت عمنا أو غالي علينا، لكن إنك تطردنا من هذا القبيلة اللي ربينا بها، هذه كبيرة بحقنا وإحنا فرسان هذا القبيلة. سحب السيف من ظهروا وارتم الشيخ فاضل شهق ومات. أو قاموا الرجال القاعدة بالمجلس كلها واحد يدحج على واحد، رفع سيفه لفوق طراف وقال عمي مات ومن اليوم أنا الشيخ، اللي بده يوقف بوجهي راح يكون مصيره مثل مصير عمي. أو جن طائرات ذهب أو فضة أو درة وامهن تركض وراهن، لو من شأفن أبوهن ميت سحبن السيوف وهجمن على طراف وخوته. او صارت المبارزة بالسيوف، ماتت درة او ماتت فضة او ظل الذهب. زتت حالها امها جدامها وقالت هذا كثير يا طراف، انت واخوانك ليش سويتوا هالعمل هذا؟ او دخلوا بيناتهم رجال القبيلة او ذهب تهدد من وراء امها، اقضبتها امها وصاحت هذاك الصوت اقعدي يا ذهب ابوك مات او خواتك اثنين ماتن، وان السيف نأبت بظهرها طالع من صدرها. ام طراف اسحبت السيف وقالت وانت زادت موتين، قارن سنين صابرين ويلادي هم الاحق بالشيخة، ابوهم كان الشيخ مات لو منهم صغار، او فاضل خذ الشيخة وما عاد ينطيهم اياها او شلا نصيبه وانتي شليتي نصيبك. وضربت هذا هب السيف انه رأسها طائر من فوق كتوفها، او هجم عليها غثيان او قال يا غدارة ذبحتي امي. صدت السيف وصاحت بوجهه انتم الغدارين، ذبحتوا ابويا وامي وخواتي، اقضبوا الرجال والمحاربين بالقبيلة واقضبهم طراف واقضبهم عنبر، والتمت كل اهل القبيلة نسوان وزلم. اطلع الذهب تركض هائمة على وجهها، او زتت حالها على الفرس او رفعت السيف لفوق وقالت الدنيا طويلة الدنيا طويلة الدنيا طويلة الدنيا طويلة يا طراف او يا عنبر ويا غثيان، الا يجي يوم واخذ حقي منكم. او قام يصيح طراف اقضبوها لا تخلونها تنهزم، ورجال القبيلة يهدون بيه. ذهب راكبة على الفرس وما تحترف وراها، او هامت على وجهها والسابق الريح والدموع تطاير من خدودها وتقول وين اريد اروح او شريد اسوي بحالي، او كل شوي توقف وتقول ارجع عليهم. انزلت من الفرس وقعدت وقالت راح اظل عايشة ما راح اموت، الا اخذ بثاري منكم، انتم ولد عمي من لحمي ودمي، ايش سويتوا بينا وغدرتوا بينا. او ركبت النوب على الفرس وقامت السابق الريح. اهل القبيلة خذم الشيخ فاضل ومرته او بناته الاثنين وام طراف او دموهن، او رجعوا على بيت الشيخ او طراف قاعد او شاك السيف قدامه، او كل اهل القبيلة ساكتين ما واحد منهم يحشي كلمة. قام طراف حيل وقال الصار صار او ساعة غضب، احنا كنا جايين تراضيه ونشوف شي يريد مشان يرضى، شفت شلون طردنا ويقول اطلعوا من القبيلة، وانا عارف الشي صار ما هو هين، لكن بدنا ننسى كل شي جرى ونكمل حياتنا مثل ما كانت واحسن، واني راح اكون شيخكم واخوكم او ما حدا يضيم وضيم، واني عايش بقبيلة المرج قاعدين الاخوة الاثنين نجم وصباح. او قال نجم يا اخوي ابونا واخونا تعوقم هم والرجال راحوا معاهم، اخاف صار عليهم شي. قال له صباح يا عين اخوك شي يريد يصير عليهم. قام نجم حيل وقال يا صباح يا اني اروح يا انت تروح، ما اريد نحسس اهل القبيلة بشي. قام حيل صباح وقال انا اروح يا اخوي او ما تعرف ايجوز تلقاهم على طرف القبيلة. ركب صباح على فرسه او راح باتجاه قبيلة الوادي، او كل ما يمشي مسافة يقول اكيد الحزيبينون قدامي لو من ما غابت الشمس، او قال اكمل دربي على مهلي امشان اشوف، اخاف انهم قاعدين بشي مكان تبين علي نار
أو معدين يمشون على مهلهم أسمع أصواتهم، أو من غير درب سالم وأخو سليم أو كل محاربين القبيلة معاهم جم غايرين على قبيلة المرج، والدنيا ليل والكل مأمن ما حسموا دروا ألا صوت الصياح قوم يجي من الأربع أطراف من القبيلة سالم وسليم والمحاربين المعاه كل شي يطلع قدامهم يذبحونه، لو من ما وصلوا البئت الشيخ أو طلع عليهم نجم أو مع مجموعة من الرجال ظل يتبارز معاهم، لو من ما انضرب ومات هو والرجال المعاه، أطلعت الشمس أو قال سالم للرجال ناخذ كل حلالهم أو ناخذ كل شي عندهم ينشال، لا تخلون حدا منهم عايش، كل شي تلاقونه متغبي يذبحوه وادفنوهم كلياتهم أو شعلوا النار بهاي البيوت، ما ظل قبيلة اسمها قبيلة المرج، الأراضي صارت هذه ملك القبيلة الوادي وإحنا نحكم عليها، أو صباح مع طلعت الشمس وصل لعند الرعيان على مسافة قريبة من قبيلة الوادي، أو سأل واحد من الرعيان أو هو ملثم أو قال له أريد أسألك يا أخوي هذه قبيلة الوادي؟ قال له إيه هذه هي، إذا بدك تروح على بيت الشيخ ما هو هين، راح هو وكل المحاربين غزاية على قبيلة ثانية اسمها قبيلة المرج بعد ما ذبحوا شيخهم وذبحوا ابنه، صباح مثل الصاعقة نزلت عليه أو قال بقلبه إيش هالخبر هذا أبويا وأخويا ماتوا، يا ويل قلبك يا صباح وإيش هذا المصباح، أو دار ظهره ورجع طاير يسابق الريح، سالم وأخو سليم أي سوقون بحلال القبيلة هم ورجالهم أو شايلين منها ضعن كبير، أو بينت على صباح العجاجة من مسافة بعيدة أو بوادي قريب عليه، راح نزل هو وفرسه بالوادي أو قام يدحج عليهم من بعيد، أو لو من شافهم مجبلين ويسوقون الحلال أو جايبين معاهم ضعن قال بقلبه هذا حلال قبيلتنا إيش سويتوا بيها يا غدارين، لو من ما أبعدوا عنه طلع من الوادي وركب على الفرس أو راح باتجاه قبيلة المرج، وصل عليها مع غيبة الشمس وأنه ما أبي قبيلة ما أبي غير السوادات، البيوت كلها محروقة، أو قام يتحرف حوالي وقال إيش صار بيك يا قبيلتنا الغالية أو وين هالشراحم، ظليت لحالك يا صباح ليش سووا بينا هذا الأمر، أو ما كان بيننا وبينهم إلا الخير، قعد صباح وقام يبكي من هول الشي شافوا، أو ظلوا من ما صارت الدنيا نص الليل أو قال وين أريد أتقبل لازم أروح على قبيلة النبع الصافي عالشيخ رجب، ذهب عبرة واد الراعي أو ما تحترف وراها أو تمشي ليل ونهار والحزن مألي قلبها والدموع السيل من العيون، أو صباح ما يوقف ولا يحترف وراه، لو من ما وصل على قبيلة النبع الصافي قبيلة الشيخ رجب وأنه ما لها ذكر صاير بيها مثل الصائر بقبيلته ما بي غير الخراب والسواد، أو قام يتفتل برض القبيلة وقال وين راحت هذا القبيلة، أبعقلي جرى عليهم مثل جرى علينا يا ترى منو غير عليهم، أو قام يتحرف حوالي وقال ظل قدامي قبيلة وحدة الورود أو هذه شيخها نافع أو هذا ما هم من الرجال اللي يندخل عليهم، يا صباح راح تظل حالك بدي أرجع وأسكن لي بشي جبل أو يا قبيلة الوادي، الدنيا هذه طويلة والأيام بيناتنا إلا أظلت صيدكم واحد ورا واحد، وأني صباح وأني صباح وأني صباح، أو رجع صباح يمشي على دروب ما مشاها، والدنيا ليل سمع صهيء الفرس وقف مكانه وقام يتحرف أو بينت عليه سواده وقال شنت يا سواد الليل وين هذا هب، وقفت مكانها لو من سمعت الصوت أو سحبت سيف قام يلمع على ضوء القمر، سحب سيفه صباح وقال أني دراب أو ماني من أهل الشر ولا أني من أهل الغدر، أنت كمل دربك خلينا كمل دربي، ردت عليه ذهب وقالت واني دراب
أو ماني من أهل الشر أو لاني من أهل الغدر، لا تقرب علياه ولا أقرب عليك. قال صباح: أنتي مرة، إيش قاعد تسوين بهالمكان هذا بهالليل؟ هذا المكان موحش. قالت له: ذهب، مالك ومالي يا ابن الناس، كمل دربك ولا تسألني عن شي. قال لها صباح: اسمعي يا بنت الناس، أني همي ودردي كبير، ما ظل لي حدا بهذا الدنيا، أهلي قبيلتي كلها ماتوا، الدنيا هذه صارت صغيرة بعيني. قربت عليه ذهب أو صارت قباله، أو قالت له: واني زاد مثلك، أبويا مات وأمي وخواتي، أو يا حسرت يلي ذبحوهم وإلاد عمي، أو صفيت لحالي بهذا الدنيا، أو صارت علي ضيجة مثل بخش الإبرة، ما أعرف وين أتقبل. نزل صباح من فرسه أو نزل الذهب، أو قال لها: همي وهمش واحد، اقعدي يا بنت الناس، أو عليك الأمان أو ما يجي شثقل من هدومك. أني صباح ابن الشيخ جاسر. ردت عليه وقالت: أني ذهب، أني ذهب، أني ذهب بنت الشيخ فاضل. وقعد مقبال بعضهم أو بينهم مسافة، أو قاموا يحشون لبعضهم عشي الصار بيهم، هو دموعه سائلة على خده أو هي دموعها سائلة على خدها. أو قال الذهب: يا صباح، ما أدري همك أكبر ألا همي، أبجزيرة الحور قام يدق الطبل، قربت سفينة شبيرة عالجزيرة تفوج البحر، أو فوقها علم أسود رفرف ديب البحر، قاعد بالقصر وقال: شوفوا ما الطبل ليش قام يدق، وأنه فايت علي المنشار، وقال: يا ذيب البحر وصل الصياد، وصل الصياد، وصل الصياد. قام ذيب البحر أو دحج عليده أو قال بقلبه: أشلون أوقف قباله أو إيدي مقطوعة وأني بهذا الحالة؟ أو وقفت السفينة على شاطئ جزيرة، أو حطم على حرفها سلم كبير، أو نزل منها يمشي الرمح معلق بطرف والسيف معلق بطرف، أو نزلوا ورا محاربين اثنين احترف عليهم وقال: يا القرش يا الاخطبوط، هذه هي جزيرة الحور. أو تلقوا محاربين ذيب البحر وقفوا مقباله وقال: وين ذيب البحر؟ ليش هو ما تلقاني؟ ليش هو ما تلقاني؟ ليش هو ما تلقاني؟ أو على جبل العرافة وقف قبال الجبل، أو صاح: منو ساكن بهذا الجبل يطلع ويشوفني حاله أو يسمعني صوته؟ أني حدوه صياد الجن، صياد الجن، صياد الجن. وإخواني وأصدقائي، قصة بنت جبل من الخيال، والشخصيات والأسماء اللي بيها من الخيال وما تمثل أي اسم أو أي شخص. أم مجتمعنا الكريم، ألكم تحيات أخوكم موسى المردود، والسلام عليكم أو رحمة الله وبركاته.